اليوم غنمشيو لتمارة بالضبط فرورة، غادي نمشيو عند الوزداني، شي الوزداني مطعم زويون. انا الخوت دائما كنشارك معكم رباط السلة، اليوم قلت ضروري خصني نشارك معكم تمارة حتى هي فيها مطاعم زوينين، فيها لي كافي زوينين، علاش لا ما يعطوش تمارة حتى حقها. اليوم غادي نمشيو نشوفو مطعم شي الوزداني، بصراحة أول مرة كنمشي ليها، أول مرة غادي نجلس فيها. نشارك معكم هذا الفيديو خوتي الاعزاز، ونتمنى الفيديو هذا يعجبكم. ما تنساوش اي واحد دخل معنا القناه ما ينساش لايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، خرجه ممتعه خوتي وحبايبي الاعزاز. قبل ما ندخلوا المطعم الشيء الوزاني غادي نوريكم الطريق. الى كنتو جايين من قنيطره الرباط سلا، هذه هي الطريق الساحليه، الطريق ديال مطعم الشيء الوزاني. غادي نوري لكم خوتي باش تكونوا عارفين الى بغيتو تمشيو ليه. هذا هو المطعم الشيء الوزاني. بالنسبه الى كنتو جايين من كازا بوزنيقه محمديه صخيرات، الطريق الساحليه من هنا فين كاين القصر الملكي في هرهوره. الى كنتو باغيين تجيو ليه بصراحه ما غاديش تلفوا، حيت كاينه السميه بالبند العريض كيف تنقولوا كبيره عند الوزاني. نتمنى تكونوا عرفتوا الطريق الى كنتو باغيين تجيو. العائله ديالي نبداو الفيديو ديالنا كيف كتشوفوا معايا، مطعم عند الوزاني، ريستورون شي الوزاني 100% مغربي. دائما كنشارك معكم مطاعم شرقيه، اليوم جا الدور على المغرب، على بلادنا العزيزه، نكتشفوا البلايص الزوينه اللي تمشيو ليها وتلقاو فيها الراحه ديالكم وتعجبكم 100%. هذا هو الهدف ديالي، هذا هو الشعار ديالي، منا واليكم قناه مروان فلوغ، منا واليكم. اي حاجه عجبتكم بغيتو تمشيو ليها مرحبا بكم في قناه مروان فلوغ. بصراحه مطعم عند الوزاني 100% مغربي، بالنسبه للديكور ديالو بالنسبه للماكله ديالو شي حاجه زوينه خوتي الاعزاز. نتمنى هذا الفيديو هذا يعجبكم، ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم كيف جاكم هذا الفيديو، كيف جاتكم الماكله اللي غادي اندوموندي ان شاء الله. والى كنتو فايتين جاي المطعم عند الوزاني خليو لنا الراي ديالكم خوتي الاعزاز. الخوت بصراحه بالنسبه للمطعم شي الوزاني اول مره كنمشي ليه، علاش؟ بالنسبه للمطاعم بالنسبه للقهوات اللي كنت كنمشي ليهم قبل كلهم كنت كنمشي ليهم، ولكن الفيديو الجداد اللي غادي نشارك معكم ان شاء الله غادي تكون اول زياره ليا، اول مره غادي نمشي لهذا البلايص. حيت بصراحه قناه مروان فلوغ خصني دائما نجيب لكم الجديد، دائما نكتشف معكم اي حاجه زوينه، خرجات بالنسبه للقهوات بالنسبه للمطاعم بالنسبه حتى المنتجات والحدائق والسفريات ان شاء الله. كيف كتشوفوا معايا غادي ناخذ واحد الطوجين غادي يعجبكم خوتي الاعزاز، نتمنى يعجبكم شي حاجه 100% مغربيه. العائله ديالي كيف كتشوفوا معايا خديت واحد الطويجين، يا سلام 100% مغربي، باللحم ديال البكري باللويزات وبالبرقوق وبالمشماش والبيضات، يا سلام. غادي نشارك معكم الثمن ديال الطويجين ديال واحد يمكن ليه ياكل فيه ويشبع، علاش لا. غادي نشارك معكم الثمن ديال الطويجين، ومن بعد ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو ونقول لكم كيف جاني هاد الطويجين. غادي نقول لكم الصراحه الا عجبني، الا عجبني غادي نقول لكم راه زوين، كان خايب غنقول لكم خايب وقبلوا عليا. نتمنى خوتي هذا الفيديو هذا يكون عجبكم. الا كنتوا اول مره كتفرجوا معنا في قناه مروان فلوغ ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال قناه مروان فلوغ. لي زامي خوتي وحبايبي الاعزاز، الكرش مني كتشبع تقول الراس غني، شنغني لكم دابا. ما نكذبش عليكم الخوتي بصراحه عجبتني البلاصه، عجبني الطاجين اللي خديت، الماكله واعره بزاف بنينه، اللحم كاين ماشي زعما دايرين العظمه بزاف واللحم شويه، ولكن بصراحه الماكله واعره بزاف عجبتني. بصراحه بغيت رفيسه ما لقيتهاش عندهم، بغيت الكرعين ما لقيتهمش. المهم عندهم الماكله ابتداء من اقل ثمن، هو على ما اظن 47 درهم، 47 درهم هو اقل ثمن. بصراحه كنصحكم الا بغيتو تجيو ليه جيو مطعم عند الوزاني شي حاجه واعره بزاف. عندهم زوج مطاعم، وحده في هرهوره والاخرى حدا الرباط سنتر في الرباط، البلاصه حتى هي زوينه. نتمنى الفيديو هذا يكون عجبكم الخوت، تهلاو ليا فراسكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم، تهلاو ليا فراسكم.